يحتل الطعام في شهر رمضان حيزاً كبيراً من اهتمام الصائمين، وينشغل الجميع بالتخطيط والتحضير لموائد الإفطار والسحور العامرة بأطيب المأكولات وأشهاها. ويختلف تأثير الصيام على وزن الجسم من شخص لآخر، فالبعض ينهي الصيام بزيادة في الوزن، والبعض الآخر ينهيه بخسارة عدة كيلوغرامات. في كتير عالم بس يجي وقت رمضان بتتفاجأ إنه بتلاقي حالها هي ما عم تاكل كل النهار، بس بنفس الوقت وزنها عم يزيد. فنحن فينا نستفيد من الدراسات اللي عملت هالسنة كتير تشبه للصيام. في هالسنة درجت كتير مودة رجيم للصيام المتقطع أو حمية الصيام المتقطع اللي الأشخاص بتتبعها، بتوقف عن الأكل عدد ساعات معينة خلال النهار وبتاكل بعدد كمان محدد من الساعات بالنهار، اللي هو كتير بيشبه للصيام. هالدراسات برهنت انه كمية الوزن اللي عم تنزل بخلال هالصيام المتقطع هي حسب شو عم ناكل بخلال ساعات الأكل. ويستطيع الفرد تخفيف وزنه في شهر رمضان إذا ما التزم ببعض التعليمات والإرشادات. أول شيء لازم نحن نفكر بالأطعمة اللي نحن عم ناكلها، نحدد الكميات اللي نحن عم ناكلها، لأنه في كتير عالم بس توقف عن الأكل لفترة طويلة بيجي وقت الأكل فهي بتاكل بكميات كتير كبيرة. بعد 10 ساعات من الصيام بنلاقي جسمنا تغير نوع الميتابوليزم فيه أو الاستقلاب، فبيكون عم يرتكز على حرق الدهون بدل ما يكون عم يرتكز على الكربوهيدرات أو النشويات، فبالتالي منلاقي عم بيصير في خسارة وزن. بس احنا كيف فينا نستفيد منها؟ أول شيء إذا نحن ضلينا عم نمارس لو رياضة بسيطة قبل وقت الإفطار. ومبدأ خسارة الوزن في شهر رمضان لا يختلف عن باقي الأشهر، فإذا ازداد تناول السعرات الحرارية عن احتياجات الجسم زاد وزنه، وبالمقابل يخسر الإنسان الوزن إذا تناول سعرات حرارية أقل من التي يحرقها جسمه يومياً. دائماً يكون عنا كمية كثير كبيرة من الفايبرز أو الألياف بالأطعمة اللي عم ناكلها، اللي هي موجودة أكيد بكل شيء من الحبة الكاملة والفواكه والخضرة وغيرها، وكمان نكون الأطعمة اللي عم ناكلها يكون الدهون فيها قليلة. إذا نحن بدلنا كل شيء ألبان وأجبان عم ناكلها بشهر فترة شهر رمضان لقليلة الدسم. السكريات برمضان، كمية السكر لما تكون كبيرة بأكلة بترفع سكر الدم بشكل كتير سريع، وهالشي بيخلي الجسم بجهوزية تامة لحفظ الدهون.